بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين يا ولاد. ببداية الترم الثاني، طبعا الترم الاولاني واحنا عارفين الكتاب بتاعنا كان اسمه مبادئ التفكير الفلسفي والعلمي، واحنا عارفين ان في اولى ثانوي ان انا قاعدة قدام طالب زي ما قلت لكم محتار ما بين القسم الادبي والقسم العلمي، عشان كده الكتاب بتاعنا كان مقسوم ما بين القسم الادبي، واحنا خدنا في الترم الاولاني الجزء اللي يخص الطالب اللي اتجاه ادبي. اتفقنا ان احنا كان الترم الاولاني كان عندنا 3 موضوعات. الموضوع الاولاني كان بيكلمني عن معنى التفكير، الموضوع الثاني كان بيكلمني عن نشأة الفلسفة وتعريفها ونشأت عند مين وايه هي اهميتها ووظيفتها، وخدنا بعد كده مهارات التفكير الفلسفي سواء مهارة الشك أو مهارة النقد أو مهارة الحوار أو مهارة التسامح أو مهارة التجريد والتعميم. النهاردة إن شاء الله مع بداية الترم الثاني عندنا بإذن الله 3 موضوعات. الموضوع الأول بيكلمني عن معنى العالم وأخلاقيات العالم، الموضوع الثاني بيكلمني عن خصائص التفكير العلمي وخطواته، الموضوع الثالث بيكلمني عن التفكير الناقد والتفكير الإبداعي. إن شاء الله النهاردة هنبتدي في أول حاجة أو أول موضوع معانا اللي هو معنى العلم وأخلاقيات العالم. إحنا متفقين وبيقول لي المقدمة بتاعتنا إن داخل كل طفل بدايات مشاعر وأحاسيس رجل العلم. اي طفل صغير عنده حب الاستطلاع وعنده حب الاستكشاف. حب الاستطلاع ده وحب الاستكشاف احنا في الاول خالص بنفتكره ان غلط ان الطفل بيلعب في ده او ان هو بيكسر في ده، لكن هي بالظبط كده كانها مع شيء مشاعر رجل العلم ان هو عايز يعرف ايه سبب الحاجه دي. واتفقنا ان الانسان منذ وجوده على الارض هو بيتساءل عن الاشياء من حوله. من بدايه خلق ربنا لسيدنا ادم، من ساعه ما اتوضع على الجنه وجيه الشيطان ابتدى يوسوس لسيدنا ادم، هل أدلك على شجرة الخلد؟ حب الاستطلاع، ليه الشجرة دي اللي انت ما تاكلش منها؟ فلما أكل منها تبين ليها سوءتها، والحكمة من ربنا ان سيدنا آدم ينزل من الجنة الى الأرض. عشان كده دايما الانسان منذ اتوجد هو بيتساءل عن الاشياء من حوله، وكل التساؤلات دي هي مجرد محاولات عشان يوصل لاجابه، والمحاولات والتدوير وراء الظواهر الكونيه اللي كانت بتحدث هي كنا بنقول عليها ان هي بدايه العلم. بعد كده بيقول لي ان اختلف مفهوم العلم لغويا واصطلاحيا من مجتمع لاخر ومن عصر لاخر. بالظبط كده احنا هنقول ان كل واحد فينا ليه وجهة نظره، زي ما خدنا في الفلسفة وخدنا في التعريف التاني للفلسفة ان كل انسان ليه وجهة نظره في الحياة وفي العالم اللي بيعيش فيها. قال لي ان العلم زيه زي الفلسفة، بس ما اقدرش اقول ان هو زيه 100%، لان الفلسفة دايما منهج تأملي تحليلي، دايما بتحلل الاشياء، لكن العلم بيقوم على الملاحظة وعلى التجربة، لازم الاحظ الظاهرة دي واعمل عليها تجربة. عشان كده معنى كلمة العلم لغويا، واتفقنا ان كلمة لغوي لما بحب ادور على كلمة بدور عليها في المعجم، فقال لي العلم كمصطلح لم يتم صياغته، كلمة صياغته لم يتم وضعه الا في الثلث الاول من القرن ال19، واحنا عارفين ان الامتحان بتاعنا الاسئلة بتيجي اختيار من متعدد، يبقى انا اخد بالي ان العلم كعلم وكمصطلح ما ابتديناش نحطه الا في الثلث الاول من القرن ال19، يبقى ممكن يجي لي اختيارات ما بين القرن ال18 وال17 وال16 وال19، يبقى عرفت ان العلم كمصطلح ظهر في القرن ال19 وامتى؟ في الثلث الاول. طيب امال معنى العلم اصطلاحيا، احنا في فرق ما بين كلمه العلم اصطلاحيا وما بين كلمه العلم لغويا. يبقى انا قلت كلمه لغويا ان كلمه العلم لم تتم صياغته الا في الثلث الاول من القرن ال19. طيب جبناها منين او خدناها منين؟ قال لي كلمه العلم اشتقت من كلمه ساينس، وخدناها من الفعل اللاتيني شير معناها ان يعرف، معناها أن يعرف، عشان تدل على النسق المعرفي. يعني إيه كلمة نسق؟ قال لي كلمة نسق معناها بناء متكامل مترابط الأجزاء. يبقى أنا عشان يكون عندي علم لازم أعرف العلم ده بيتكلم عن إيه، ولازم العلم ده يكون مترابط متكامل مع بعض. يبقى تاني كلمة العلم خدناها من كلمة ساينس، وخدناها من الفعل اللاتيني شير بمعنى أن يعرف عشان تدل على النسق المعرفي.
وفي اللغة العربية معناها النشاط العقلي. وقصر بعض الفقهاء كلمة العلم على أصول الدين والتفسير والفقه زي ابن تيمية وابن حنبل. يبقى في العربي معناها النشاط العقلي، ومين اللي قال لي إنها تخص أصول الدين والتفسير والفقه؟ ابن تيمية وابن حنبل. ده العلم كلغوي. طب هنشوف العلم اصطلاحا، واتفقنا يعني ايه كلمة اصطلاحا. قلنا كلمة اصطلاحا يعني اللي اتفق عليه العلماء او اللي اتفق عليه المجتمع. قال لي العلم كاصطلاحا تعددت التعريفات، فقال لي عرفناه ان هو 3 حاجات: موضوع، منهج، نتائج. يبقى معنى العلم اصطلاحيا موضوع، منهج، نتائج. هنشوف كل واحدة بتتكلم عن ايه. أي أول حاجة، كلمة العلم موضوع معناها دراسة للوقائع والظواهر الحسية والقوانين والنظريات العلمية التي ينتجها رجال العلم حول هذه الوقائع. تاني ونعرف كل كلمة بتقول إيه. يبقى موضوع العلم معناه دراسة وقائع وظواهر حسية وقوانين ونظريات علمية بينتجها رجال العلم حول هذه الوقائع. أي العلم، ناخد بالنا إن العلم عمره ما بيدرس أمور معنوية مجردة. أمال العلم بيدرس إيه؟ بيدرس وقائع، حاجة موجودة قدامي، وظواهر حسية يعني مادية محسوسة ملموسة. زي عايزة أدرس ظاهرة زي ظاهرة النبات، زي التربة، زي المية. يبقى الموضوع ده واقع موجود قدامي، وظواهر حسها بحسها موجودة مادية ملموسة، وقوانين ونظريات بينتجها رجال العلم حول هذه الوقائع. يبقى جاب الوقائع دي منين؟ او جاب ده طلع لي القانون ده منين؟ طلع لي القانون نتيجة ان درس لي وقائع وظواهر حسية. بالظبط كده، زي موضوع عالم الجيولوجيا، موضوع عالم الجيولوجيا عشان يطلع لي علم الجيولوجيا بيدرس لي طبقات الارض وخواص الارض. تاني حاجة المنهج، أي المنهج معناها الطريقة التي أنتج وينتج بها رجال العلم القوانين والنظريات العلمية. قال لي أنا عندي، بلاحظ إن أنا عندي الحديد، عندي حديد جيت عملت عليه تجربة، عرفت إن الحديد معدن بيتمدد بالحرارة. عرفته منين؟ من الموضوع. شفت الحديد ظاهرة مادية ملموسة محسوسة قدامي، ابتديت أجرب الحديد ده أقربه للنار أشوفه هيتمدد ولا مش هيتمدد. طلعت قانون علمي إن كل المعادن تتمدد بالحرارة. لو جينا شفنا عالم النفس، إيه المنهج اللي بيستخدمه؟ اللي بيستخدم منهج اسمه منهج تجريبي. عالم الجيولوجيا بيستخدم ايه؟ بيستخدم منهج تجريبي. يبقى كل علم ليه منهج وليه الطريقة بتاعته اللي بيطلع بيها القوانين. تالت حاجة النتائج التطبيقية. يعني ايه كلمة نتائج تطبيقية؟ اي يعني اي علم بيبدأ بموضوع، وبعد الموضوع ابتدي اطلع عليه القانون، وفي النهاية انتج منه شيء. يبقى عشان كده بيقول لي ايه هي النتائج التطبيقية؟ قال لي النتائج التطبيقية هي مجموعة تطبيقات بننعم بيها في حياتنا اليومية. جبناها منين؟ جبناها من الموضوع اللي احنا درسناه، ومن المنهج اللي احنا طلعنا بيه القانون. اداني امثلة زي شبكات الاتصال، المواصلات، اجهزة منزلية. عشان كده دايما بنقول العلم هو نتائجه. يبقى اي علم ايه النتيجة بتاعته؟ التطبيقات اللي هو طلعها. تاني احنا كنا بنتكلم في معنى العلم اصطلاحا، طلعنا معنى العلم اصطلاحا. نرجع تاني، معنى العلم اصطلاحا عندي 3 تعريفات في معنى العلم اصطلاحا: موضوع، منهج، نتائج تطبيقية. قلنا يعني ايه موضوع؟ يعني بدرس وقائع وظواهر حسية، والظواهر حسية شفتها لمستها حاجات مادية ملموسة محسوسة. المنهج طريقة بنتج بيها أو بينتج بيها رجال العلم القوانين
انا في الموضوع لاحظت ان انا عندي معادن زي حديد زي نحاس زي ألمونيا، ابتديت اشوف المنهج بتاعتي، ابتديت اقرب المعادن دي للحرارة لقيتها بتتمدد، طلعت قانون ان كل المعادن تتمدد بالحرارة. طيب النتيجة بتاعته ايه؟ ان انا خدت الحديد ده وطلعت منه سواء اسانسيرات سواء طيارات سواء ادوات منزلية. بعد كده هنخش على نقطة كمان، موضوع العلم. ايه هو موضوع العلم؟ اي موضوع العلم بيدرس رجل العلم الظواهر المختلفة اللي احنا بنعيش فيها، وهي ظواهر يمكن التحقق من صدق او كذب او صفها او تفسيراتها، لاننا نتحدث عن واقع نراه ويمكن الرجوع اليه. تاني، موضوع العلم، موضوع العلم رجل العلم بيدرس لي ظواهر مختلفة، يبقى معنى كده ان رجل العلم ما بيقدرش يدرس ظاهرة واحدة. هنشوف دلوقتي ان احنا عندنا ظواهر طبيعية وعندنا ظواهر بيولوجية وعندنا ظواهر نفسية وعندنا ظواهر اجتماعية. العالم بقى الظواهر دي لازم تكون شايفينها بعنينا. ليه؟ عشان اقدر اتحقق من الظاهرة دي او ان كانت صادقة او كاذبة، لان انا بتحدث عن واقع براه ويمكن الرجوع اليه. قال لي بقى ان الظواهر اللي موجودة حوالينا في العالم عندي تتنوع الظواهر، يبقى لما بيجي يقول لي انا عندي ظاهرة واحدة في العالم، ما عنديش ظاهرة واحدة، انا عندي ظواهر متنوعة ما بين ظواهر بيولوجية وظواهر اجتماعية وظواهر نفسية وظواهر طبيعية. يعني ايه ظواهر طبيعية؟ مش بتاعتي، زي مطر زي سلوك زي زلازل زي اعاصير زي براكين. يعني ايه ظواهر بيولوجية؟ زي هندسة وراثية. يعني ايه ظواهر اجتماعية؟ زي البطالة زي الفقر زي التنافس زي الصراعات اللي موجودة في المجتمع زي الفقر زي الأمية، دي كلها بنسميها ظواهر اجتماعية. طيب عندي بعد كده ظواهر نفسية. زي ايه ظواهر نفسية؟ زي القلق وزي الاكتئاب وزي التوتر، كل دي بنسميها ظواهر نفسية. يبقى الظواهر اللي موجودة في عالمنا ليس ظاهرة واحدة، أنا عندي بتتنوع الظواهر سواء بقى كانت ظاهرة طبيعية بيولوجية اجتماعية نفسية. أي عندي علم الفيزياء ده يعد أكثر فروع العلم عموميا. ليه؟ اشمعنى علم الفيزياء اللي خليناه في مقدمة العلوم أو في مرتبة العلوم الأولى؟ قال لي عشان بيبحث في إطار الكون، وقلنا إطار يعني شكل الكون أو مجمل عالم الظواهر. عشان كده بنقول إن علم الفيزياء هو بيحتل المرتبة الأولى، وبعد كده علم البيولوجي، وبعدين العلوم الاجتماعية. يبقى لما نيجي نرتب العلوم من العام للخاص، هنلاقي أول علم في مرتبة العلوم علم الفيزياء. اشمعنى الفيزياء؟ عشان بيدرس مجمل عالم الظواهر، بعد كده علم البيولوجي، بعد كده العلوم الاجتماعية. بعد كده هنشوف هدف العلم. ايه هدف العلم؟ قال لي هدف العلم دايما العلم بيهدف لما بيتناول مختلف الظواهر ان هو يتحكم ويسيطر على العالم اللي بيعيش فيه. مقصود ايه بكلمة تحكم وسيطرة الانسان في العالم اللي بيعيش فيه؟ اولا انا مقدرش اسيطر على مطر، مقدرش امنع فيضان، مقدرش امنع زلزال، لكن اقدر اتحكم فيه. بمعنى لما كان المطر بينزل جامد جدا وكان بيغرق الاراضي الزراعية وكان بتحصل عملية الفيضان، جه الانسان ابتدى يفكر وابتدى يسيطر على فيضان النهر ان هو عمل السد العالي. لما جينا بنشوف الزلازل، انا ما اقدرش امنع اليابان معروف انها منطقة زلازل، لما جت عارفين ان الزلازل في اليابان دي حاجة اساسية نتيجة تصدع القشرة الارضية، هو ما يقدرش يمنع زلزال لان الزلزال ده من الظواهر الطبيعية اللي ربنا خلقها، لكن قدر يسيطر عليها. ما ينفعش ابني مباني شاهقة وانا عارفة ان الارض بتاعتي ممكن تتصدع في اي لحظة. يبقى هدف اي علم ان لما يجي يختلف اي يدرس اي ظاهرة لازم يتحكم ويسيطر على العالم اللي بيعيش فيه عشان يتجنب اخطار الطبيعة.
زي الزلازل وزي البراكين وزي المطر.